بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الليلة المباركة نلتقي مع أستاذنا الفاضل سي عبد الله السليلي حفظه الله ورعاه. هذه الشخصية التي يعرفها الكثير، وفي الحقيقة هو غني عن التعريف تربويا واجتماعيا ورياضيا. أولا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله وربي يحفظكم إن شاء الله، ولقاء ان شاء الله طيب مع سي بلال ومع المشاهدين اهله واللي تبعوا في برنامج سي بلال، وشكرا للجميع. سي عبد الله، دائما سؤالنا هو الاول، من هو عبد الله سليليح؟ عبد الله سليليح معلم بسيط متواضع من قدماء المعلمين، عمل في مدارس كثيره والان متقاعد. هل ممكن نعرف مرحلة دراستك في المرحلة الابتدائية؟ أين درست المرحلة الابتدائية؟ المرحلة الابتدائية كانت شوية مذبذبة، حيث بدأت من القرآن الكريم، وبفضل سي جابري دخلت المدرسة في سن كبير، ورحت مباشرة إلى السنة السادسة، من السادسة إلى المتوسط، من المتوسط عام معهد تكنولوجي إلى معلم. هل ممكن نعرف اسماء المعلمين الذين درسوك في الابتدائي؟ في الابتدائي كان سي مبخوت ربي يرحمه، وسي عالعار ربي يحفظه ان شاء الله، جلوله اي سي عالعار جلول ربي يحفظه ان شاء الله. في الفرنسيه عند سي العايب محمد، وعند سي بكر ميمون ربي يرحمه. هذا الابتدائي. والمتوسط؟ المتوسط اغلبها عند محمود مصطفى ربي يرحمه. ربي يرحمه. أيه. محمود المصري. المصري الله يرحمه ان شاء الله. سي عبد الله، هل في مرحله التعليم، مرحله التعليم عبد الله سليح كطفل، هل كان عبد الله سليح طفلا مشاغبا ام طفلا عادي؟ كان عادي خجولا ملتزم باكثر دراسه في القران الكريم. عند سي سني ربي يرحمه، سي محاد بن ابراهيم ربي يرحمه، ومرحلة قصيرة في الزاوية. الزاوية الطاهرية. الزاوية الطاهرية عند سي عامر ربي يشفيه ان شاء الله. سي عامر ابراهيمي راه شفاه الله وعافاه. امين. سي عبد الله، هل سي عبد الله سليليح كتلميذ ضرب في الابتدائي؟ ابدا. لما ما تعرضش للضرب. والو. بالنسبة عندما نتكلم عن المدرسة الابتدائية في السابق، السبعينات والسنوات اللي يسموها الزمن الجميل، الزمن اللي كان فيه التربية والتعليم، هل في رأيك الضرب كان له دور في عملية التربية؟ كان عنده دور، لكن مش لدرجة أن يكون الضرب مبرحا. ضرب بسيط، ضرب يكون ضرب ماهوش ضرب كما نفهمه احنا الآن. في تصورك، هل المعلم يضرب التلميذ هكا جوزافا هكا؟ لا، مستحيل معلم يضرب التلميذ جوزافا، انما اذا كان ضربه يضربه لمصلحته. بالنسبه عندما نتكلم عن المدرسه الابتدائيه، كان هناك المدرسه تربي، والشارع يربي، والجار يربي، الكل يشارك في تربيه ايه نعم. كان الجميع متكافئ، كان الجميع متكامل. المدرسة تربي، والأم تربي، والأسرة تربي، والشارع يربي، والمسجد يربي، والمدارس القرآنية تربي. إذن عبد الله سليح درست الابتدائي والمتوسط، هل درست الثانوي؟ والو. لا، من المتوسط طول المعهد التكنولوجي الفارابي بالمدية إلى معلم. كم سنة في المعهد التكنولوجي؟ سنة واحدة. سنة واحدة، ثم تخرجت كمعلم المدرسة الابتدائية. بالنسبة أنا عندما نتكلم عن المعهد التكنولوجي، ما هو الدور اللي يلعبه المعهد التكنولوجي؟ دور المعهد دور كبير في التربية، ودور كبير في تكوين المعلم. وما نشاهده الآن من نقص في المنظومة التربوية، ونقص في الدراسة، وتدني المستوى، ربما راجع لعدم وجود معاهد تكنولوجي. سي عبد الله، بالنسبة دائما نتكلم عن التعليم، متى انخرطت في سلك التعليم؟ خرطت في سلك التعليم 10/10/74. 74.
الله يبارك. بارك فيك صاحبي. مباشرة كمعلم في المدرسة مباشرة كمعلم، أول تعيين في مدرسة في طابلاط. الجزائر. نعم، من معهد تكنولوجي طول في طابلاط. ومن بعد كان سي الحاج التلي الله يرحمه مستشار، لأن كانت الولاية ولاية الطيطري ما كانش في الجلفة، كان هو المستشار يمثل ولاية الجلفة. فعندما عرف بأنني في طابلاط، أنا ومساوي أحمد الله يرحمه كنا في طابلاط، نقلنا إلى الجلفة، ومن الجلفة إلى مسعد. إلى مسعد. طول إلى مدرسة سيدي نايل. من الجزائر العاصمة، في أي سنة انتقلت إلى الجلفة؟ في نفس السنة. أي 10/10/74. انتقلت إلى الجلفة. أي. كم بقيت في الجلفة؟ مش في الجلفة، طول مسعد. طول مسعد. في أي ابتدائية عينت؟ سيدي نايل. سيدي نايل. أي كملت عام في مكان، عام في سيدي نايل، ثم في مكان الطاهر قريب راح للحش. ومنها انتقلت إلى الرايس محمد، عام في الرايس، ومنها عام في سي أحمد بن عطية، ثم رجعت إلى سيدي نايل حتى ال 71، ومنها إلى بن عياش. 81؟ لا لا، 91. 91 إلى بن عياش. 91 إلى بن عياش، ومن بن عياش إلى 2001 رحت ال إطار المدير. في أي سنة رقيت كمديرا؟ في 2001. 2001. مدير تميت في مسعد أم لا؟ رحت كنت نوع عيساوي بشير، عيساوي بشير ربي يشافيه كان مريض، وعينوني أنا في دلدول هو في القريطة، شفته مريض بدلته العكس، رحت أنا للقريطة وخليته في دلدول، كملنا فيها أنا عامين كنا كي هو في دلدول وأنا في كذا. ومن بعد انتقلت إلى مدرسة ربيح عيسى في روحي القدس. كيفاش بعد في أي سنة تقعت؟ لمن؟ تقاعد نتاعك في أي سنة؟ تقاعد في 2013. 2013. هل كرمت من طرف الأسرة التربوية؟ كرمنا كاع، عام خرجنا في 2013 كاين مجموعة كاع خرجت، كرمنا في مش عارف بقيلة في الظهر بالعكس. اي من النقابة. من النقابة أم من جمعية الوئام المربي؟ بقيلة من جمعية الوئام المربي اللي أنت فيها. جمعية الوئام المربي. ثم كرمت في مدرستك أكيد، داروا لك تكريم في المدرسة نتاعك. أي ذكروا لي تكريم بسيط في أم العظام. في أم العظام. كيفاش كانت أولا ك ك كمدير، كيفاش كانت المعاملة نتاعك مع المدراء اللي تعاقبوا عليك؟ ربما مع المدراء اللي كانوا متعاقبين عليك. كنت معلم والمدراء اللي كانوا معاك. كانت علاقة طيبة، كانت معاملة أصدقاء، ماناش دايرين كاع فكرة أنك مديري ولا مديرك ولا معلم عندي ولا معلم عندك. كي رقيت مديرا، كيف أصبحت تعامل المعلمين وخاصة المعلمين الجدد اللي يجوكم وافدين جدد؟ هذون كانوا محاضرين، نقول لك يا سلام ياك، صح كنا نتعاملوا معاملة ماناش دايرين مدير ومعلم. كيف كنا متعاونين. هذا التفكير او هذه العقليه هل كانت ناجحه في 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 الاداء التربوي للطاقم التربوي؟ ناجحه 100%، لان باه ما ديرش انت روحك مسؤول وهما اقل منك، لازم تبقاو كيف مدير هو معلم، معلم هو مدير. اجمل مدير تعاملت معاه انت كمعلم؟ ربما سعلي المادي. الشيخ سعيد المايدي. الشيخ سعيد المايدي ربي يشافيه ان شاء الله. نوجه له التحيه من هذا المنبر. ان شاء الله. ربي يعطيه الصحه والعافيه. امين. يريد واحد يسال، قال لك هنا اساله عن بر امه وادعو لنا، قال لك كيف تتعامل مع الوالده؟ الوالده كانت والدتي. كانت صديقتي. وكانت في وين ما درتها كانت والدتي. كانت كيما ديرها تشتل، ديرها اختي صاحبتي اي وين ما درتها، كنا نتعامل معها. رغم انا وصلت حتى ل 60 سنه كانت تعاملني كانني عندي عامين. وبالوالدين احسانا ان شاء الله. قال لك ادعي لنا هذا السيد اللي يسال، قال لك ادعي لنا ربي سبحانه وتعالى. ربي يرضي عليكم والديكم ان شاء الله. وإذا كانت هذا اللي راه يسأل، إذا كانت الوالدة حية
أوصيك بها ثم أوصيك بها ثم أوصيك بها، لأنها عندما تفقدها تشعر كأنك ما فعلت حتى شيء. يقول أنا أديتها للحج من أديتها ناية وديتها ست عمرات ورقم بعد ما ماتت كأنني لم أفعل شيئا، فلذلك أوصيك بوالدتك إذا كانت على قيد الحياة، لأنه عند فقد الأم يغلق باب من أبواب الجنة. نسأل الله الرحمة والمغفرة لوالدينا، ونسأل لأمواتهم حيين إن شاء الله ربي يرضوا عليهم وإن شاء الله يعطوهم دعوة خير. قال لك احكي لنا على أحد مواقفك مع أمك، وخاصة في قصة النقود في الطريق. هذه قصة كانت جاتني الوالدة تسكن مسامية طيب، كانت جاتني وتطلب مني في الصوارد باش نعطيها بها، خاطر كان هو يطلب منها في الصوارد. جاتني من بعد انا ما حبيتش نعطيها مثلا مباشرة، اللي كانت شوية عزيزة عليها نفسها، خرجتها نقوت فيها متكية عليا رايحة مديها لدار الطيب، جبت 100,000 طبقتها ولحتها بعيد ما شافتهاش. من بعد قلت لها يا ما لقينا 100، كي لقيناها قالت لي حق رانا شركة، قلت لها هاك اديها كامل لك اعطيها للطيب. الله 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 الله، رائع، موقف رائع جميل جدا. إذن هذه قصة من مواقفه مع الأم رحمها الله وطيبها فرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أمهات المسلمين إن شاء الله. آمين. شيخ عبد الله، دائما نتكلم الآن، نخرج قليلا عن سلك التربية والتعليم لنتحول للسي عبد الله كمدرب كمكتشف للمواهب الرياضية. كيفاش كنت في تكتشف المواهب الرياضية في كثير من الأسماء؟ كان الآن نتحدث عن كثير من الأسماء أصبحوا نجوما من مدرسة عبد الله السيدي. فعلا هذه من اللي دخلت التعليم وأنا مع الأطفال، أنا لأنني نحب الأطفال، كنت ندير معهم مقابلات رياضية وأنت أولهم سي بلال، كنت ندير مع أحمد طالب، كنت ندير مع محمد بن العموري الله يرحمه، كنت ندير مع يسمحوا لي جماعه لاني ما تفكرتهمش. وفي يوم من الايام كنا مقصرين في دار سعد زرقط، وبو عكار وسعود الخيراني وبحقويدر الى اخره، وكانوا يلعبوا في الامان الرياضي لبلديه مسعد. جاتهم نوت سيرفيس قال لهم لازم المينيم والكادي يكونوا موجودين يمشوا معاكم ولا نحركم نقاط. ما لا فكروا الجماعة قال لي أعطينا دلالي تاع المدرسة، دخلتهم جابوا لنا شوية أحذية وشوية ملابس. المقابلة الأولى لعبناها في حد السحاري، خرجنا 6-1 منتصرين. كان بالمارة معاهم خو بنيامن صدارة اللي هو المدني ايه. ودخلت ويلعب، قلت له دير شورت ما باش نلبس سروال سير فاتمو. الحكم رفض، بنيامن جاي يجري الخوه قال له ما قادر دير شورت ما حبش يدير، خرجناه رغم اننا درنا له شورت فوق السيرفيت ما قبلش. اذا كانت هذه اول مقابله، من ثم بدانا مينيم والكادي. ممكن نعرف اي سنه هذه؟ والله ماني عارف بالضبط، تعود في 86 87. حبشي عبد الرحمن يبلغك السلام. سلم الله. قال لي سلم لي على الشيخ. ربي يسلمك. هل ممكن تعطينا الفريق الاول اللي شكلته؟ ممكن بعض الاسماء. والله ما مش متفكر بالضبط، صح متفكر الاغلبيه. كانت الاغلبيه من مدرسه سيدي نايل، ومن بعد في مقابله وديه مع سي احمد بن عطيه والرايس وعبد القادر ابراهيم اكتشفت بعض المواهب، منهم اللومي عزيز، منهم الدراجي سماتي الدراجي، هذا الجماعه اللي من قبله. منهم العربي الضبع اللي راه مدير ثمانية حاشي ثانوية حاشي. أيضا هذه بعض الجماعة، ميلودي عميرة، طوال الحفناوي. أسماء والأسماء طويلة، قائمة طويلة. من طرائف هذه الاكتشافات، وانا نقصر مع عبد القادر ابراهيم يجيب لي احمد طالب في الفريق نتاع عبد القادر ابراهيم، يجي مع الطوير عيسى، لقاه العام الاول، لقاه الثاني، لقاه عميره، قال لي راك الدوبلي تخليه شي يطلع قاع على جنب يلعب لك البلوطه. عيسى الطوير ربي يحفظه، ربي يحفظه ان شاء الله. نسلم على الشيخ الطوير عيسى والحاج احمد طالب من هذا المنبر. سي عبد الله، بالنسبة لك عندما نتكلم عن الأمال الرياضي، الأمال الرياضي من كان في الوقت الجميل والزمن الجميل،
هل ممكن تحكي لنا شويه على الفريق كفريق امام الرياضي؟ اكابر كان امام الرياضي كان في واحد المرحله قبل ما توجد الباطيمات نتاع الايسر، كان امام الرياضي يلعب البلوطه بعفويه، يلعبوا البلوطه من اجل يلعبوا الكره من اجل الكره. من بعد جات هذه عطاوهم سكنات، هي زينه، هي الفكره زينه. كان العايب محمد جوامير وجماعه وشهاب الخير ربي يرحمه عطاهم سكنات، قال نبداو بهم عطاهم. من بعد بدات فكره اعطيني بهنا نلعب شويه، بدات الرياضه تتبزنس ولا تاع دراهم. اما قبلها كانت ربما، وانت يا سي بلال راك اشفى مني ولا ربما تعرفها، تفكر مقابله البروقيه مع الاربيه واش درنا، تفكر مع بوسعاده الصور، مع الصور، مع هذه الكره القديمه. الاخ ابو عكار محمد نبلغك السلام، قال لك الرجل الطيب وذو اخلاق عاليه ومربي رياضي باتم معنى الكلمه، جيل من لاعبين تقلدوا مناصب ولعبوا ضمن تشكيلة الأكابر لفريق أمير مسعد قبل سنهم القانوني، أكثر واحد يستاهل تكريم رياضي. ألف شكر الأخ أبو عكار. نواصل. هل أبو عكار قبل ما نفوتوا أبو عكار ربي يشافيه، حتى ورانا ناويه كاع خرجنا من المرض هذا، ربي يشافيه. ما ننساش فكره قالها ابو عكار لفريق الجلفه. مره قلبنا الجلفه هنايا، قالوا له ابو عكار انت وش حياتك تدافع على مسعد؟ قال لهم انا مسعد نموت على مسعد وانا مسعد في جوده. ربي يحفظ ان شاء الله ابو عكار. ابو عكار من 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 احسن ما انجبت الكره المسعديه في كره القدم، اعطى الكثير لهذه الرياضه. أيوة، وما زال محب لمسعد ويعشق ابو عكار. ومثال ابو عكار لعبوا في الفريق الامير الرياضي ببلديه مسعد، لو كانوا في هذا الوقت ماهيش بلاصتهم في مسعد. ونعطيك مثال على كان صمادة الله يرحمه، صمادة المدرب تاع القسم الوطني الثاني تاع وسارة، كان في القسم الوطني الثاني، نروح على ليه ساعه ونشري من عنده البسه رياضيه. مره من المرات طلب مني مجموعه كبيره من مسعد، وكان طلب مني ابو عكار، وطلب مني مساوي احمد الله يرحمه، طلب مني الشداد، وطلب مني الصيد مصطفى. كنت انت يا ابو عكار كنت انت يا سي بلال وحميده باربوره، كنتم اقل منهم في، كنتم جونيور. احنا جونيور. اي طلبكم ثاني مني. اي اول فكره قلتها قلت للجماعه هذول ثلاثه الاكابر اللي هو ابو عكار والصيد ومساوي احمد الله يرحمه وشداد، ما حبوش يروحوا. كان عرض عليا كي نديهم ليه، قال لي راه مسعد خاصها سمسار نتاع لاعبين، راه فيها خزان كبير. كي عرضت عليهم هذه الجماعه قالوا لي ما نروحوا. صمادة الله يرحمه يوسع عليه ان شاء الله من هذا المنبر، كان قال لي وش يخدموا هذون؟ قلت له اغلبيه معلمين. قال لي نديهم معلمين نجيب لهم الانتداب. كانت الشهريه نتاعنا قليله، قال لي نزيدهم شهريه اخرى اللي هي 600,000، ولكن رفضوا الكل. بديت بشداد والصاد ومساوي، رفضوا الذهاب، رفضوا ليبقوا في الفريق لحبهم لمسعد، رفضوا وساله رغم انها في القسم الوطني الثاني. سي عبد الله، كان نسقسيك على اول رئيس نادي للفريق امال ويناه. هناك حديث كثير عن اول رئيس، ولا تاسيس تاعها في سنه 1973 او 74 تؤسس قانونيا. هي كانت جماعه كبيره، مانيش عارف انا، بس احنا كنا شوي صغار، كانوا اللي يلعبوا فيها جروقي جلول وزيطوط المختار الله يرحمه، شفناهم يلعبوا في الملعب نتاع الداخليه. قبلها كانت مؤسسه مانيش عارف وينها اللي شدها الاول. من بعد جات ذيك الجماعه، جات الرئاسه الربيعيه تبقى من بعد داروها البلديه. اي من بعد 73 74. اي 73 74. سي عبد الله، نواصل دائما عن الامال. امال مسعد كان الجمهور الرياضي في ذاك الوقت. لماذا اندثرت هبط المستوى تاع الفرق المسعديه هنايا؟ شنو السبب في رايك؟ السبب عدم مراعاه الاجيال الصغرى. تاع
انت بالضبط كان عندك فريق نتاع اواسط واساغر، راني شايفينهم يلعبوا في الشوشه ولعبنا معكم هدا مرات، كنتوا من احسن الفرق. وامال مسعد كانت فيها، كانت فيها اساغر واواسط واشبال مخيرين، من بعد كي يطلعوا ويروحوا يشتوا وحده ويروحوا في ايادي مش غير امينه، راحوا كاع اندخروا. ما كانش تواصل في نروحوا لجانب اخر. وكاين ثاني ما كانش متابعه، لان نحن في عام من العامات، في عام من السنين رانا خلينا كاس قبيل في الدار، نناه على مستوى الوطن، وهزيناه من هزيناه من قاعه حرشه، عطات لنا الكونفدراليه الجزائريه لكره القدم. من بعد كنت انا كان املي ان يروحوا هذا الاصغر يروحوا اشبال كمجموعه واحده، ويروحوا اواسط كمجموعه واكبر، لكن بعد ما راحوا الاواسط خلاص تشتوا. اذا دائما السياسه عندما تلحق الاكابر خلاص يجي مدرب، يجي رايس تروح تروح. ونعطيك مثال منها، كي دينا المرتبه الاولى بعثونا تيليجرام، قالنا روحوا شاركوا في دوره في غليزان، ولت الغليزان دي فيها مارسيليا وفيها الفرق الجزائريه، فيها الوسط اللي حنايا تاع الصغر، وفيها تاع الوسط الغرب، وفيها تاع الشرق. ومن بعد تاع ما وصل التليجرام ما وصلناش، وبالتالي ما ذهبناش، وداروا لنا سبب اللي كاين ثلج ومقطوع الطريق. دارت فينا في بلاصنا البلد المنظم اللي هي غليزان، ودات الدوره وربحت الدوره ودات كاس الدوره، وراها درك دايره توأمة مع مارسيليا في الشتاء. في الشتاء تجي مارسيليا اصغرها اكابرها اواسطها اشبالها حتى ليكون تاعها، يجيو يقعدوا شهر هنايا كلش خارج، وهذول العكس يروحوا في الصيف شهر كلش خارج. احنا ما رحناش لان المتابعه ما كانش. سي عبد الله، لو نسالوك بالنسبه، كان المسؤول ذاك الوقت يهتم بالرياض والثقافه؟ ما كانش كما بالعكس، كانت وانت راك عارف، هو انا سمعتها حتى انت في الاشبال نتاعك والاساغر نتاعك، كنت تسال التلميذ كي يجي كينخرط في كرة القدم تسالو على معدله. حنا كنا نتبعوا بهذه الطريقه، اذا كان معدله ضعيف ما نقبلوهش كاع، وإذا كان معناها يتغير ما نقبلوش. كانت المدرسة، كانت الرياضة مدرسة والمدرسة رياضة. بالنسبة للمشاهد الكريم الذين يشاهدوننا الآن، إذا كان هناك سؤال توجهه للشيخ عبد الله السيليح، نحن في انتظار أسئلتكم. سي عبد الله، كنا نروحوا الجانب الثقافي للشيخ سي عبد الله. هناك عمل ثقافي درتوه دائما تنظموه في المدارس الابتدائية. ايه درتوا نشاطات ثقافيه؟ درنا نشاطات ثقافيه، درنا التوائم بين المدارس، درنا توائم بين المدارس القريبه والبعيده، حتى في وقت العشريه السوداء درنا توائم مع مدرسه اسمها البشير الابراهيمي، راهت في حي في قرديه اسمها سيدي عباس، رانا ذاك عندنا معهم علاقات طيبه، بصح كنا ندور لهم للتلاميذ، يقعدوا تلاميذ وتلميذات يقعدوا عندهم باسبوعين ثلاثه، ويعاودوا يجونا هما اسبوعين ثلاثه. هذا نشاطنا. هذا النشاط هل يلعب دور في الجانب التربوي؟ دور كبير. ونعطيك مثال، ملي كنا في سيدي نايل كانوا تلاميذ قسم كامل معيد فيه 42 تلميذ، كانوا معيدون، درنا لهم الرياضه ودرنا لهم الرحلات هذه تاع التوأمه والرحلات تاع التحواس، ورجعوا راهم اطارات كبيره في الدوله واساتذه من المدرسه الابتدائيه. الشيخ يوسف العايب يوجه لك التحيه الى الشيخ عبد الله والصديق الزميل والصديق والمدرب. قال لك خلطها قاع، ما ما فهمت والو. انا اقول له قول له مهما خلطوها ما تنوش الماتير. سي محمد عثمان راها في الامن تاع دائره عين الجبل، كان نعم الاب والمعلم والمربي والمدرب. يا سي بلال بلغوا سلامي، من عند ابن لابيه، وبارك الله فيه. وسقسيه عن فرق الويت رقم 8. فريق الويت رقم 8. هذا فريق الويت كنا في سيدي نايل دايرين فريق كرة القدم قدام الأصغر،
ونلعبوا مع لعبنا مع دمد ولعبنا مع القادر ابراهيم. ومن غريب الصدف شريت لهم بدله رياضيه كامله ثمانيه. من هذا المنطلق اشوفهم كل لابسين ويت سماهم فريق الويت. ومنهم القائد نتاعهم يقول له تت راهم يعايروه بيلا. ايه احمد بيلا. ايه احمد بيلا. عبد الله. ايه ويطيحوا يعيطوا يا حيا فريق الويت يا حيا فريق بيلا. هذه فكرة فريق الويت. اذا رقم فريق الويت قد وصلت للاخ عثمان، تحياتنا للاخ عثمان. ربي يحفظه ان شاء الله ويطول في عمره. سي عبد الله نخرجوك شويه سياسيا. هل عبد الله صليح انخرط او ترشح في المجالس المنتخبه؟ مره واحده في المجلس البلدي وكرني ليها الشين علي بهذه المناسبه، ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه. وين السنه؟ الله من يعرف وين السنه وقتها. تاع الجنه تاع الجنه كمان. اي 2000 2002 2007. اي 2002 العهده 2002 2007. القن قال كمال. كمال. كمال كمال الدين. اي 2002 2007. واللي رشحني علي، معناها رشحني اجباري. وكي نجحنا، نجحتنا وياه في حزبنا. كي نجحنا قالوا ويا نبداو دايرين حنايا الحزب تاعنا فريق الشبيبه. إيه. وحنا الشايبين وكل كي ناكي عيلي. هيا كي بداو بينا قالوا يا الشبيبه، قلت خلاص انتم حنا الشبيبه الشايبين حنا بداو بينا نصبون. الاخ قزام احمد يبلغك السلام، احر التهاني لاستاذنا الكريم. اذا كنت عضوا في البلديه في العهده 2002 2007. أي. عندما نتكلم عن المجالس المنتخبه، بالنسبة للمجال كنا عشنا فترة في مثلا الثمانينات، كان فرق بين مجالس الثمانينات ومجالس التسعينات، فرق كبير. أي. فرق شاسع. أي. وش الفرق بين مجلس يقوده شيوخ ومجلس له معظمه شباب؟ هي من الأحسن يكون باناشي كل شباب وشيوخ، بصح دائما على الأقل تكون على الأقل ثلاثة كبار، باش ربما يكون صواب عند الشيوخ حتى والشبيبة رايها زين. سي عبد الله، كما المجالس المنتخبة، هل أنت مع فكرة أنه يعود العدد مثلا في بلدية مسعد 33؟ 33 عضو في بلدية مسعد. هل انت مع الفكره هذه؟ هل تؤيد ان يعود 33 عضو؟ هي في الحقيقه هي يكونوا خمسه يخدموا ومية ما تخدمش خمسه خير، بصح اذا كان هذو العدو 33 كل واحد يجيب انشغالات جهته ولا حي ولا جهه معينه، هذه احسن. هل السي عبد الله مع تسليم المشعل للشباب اليوم، هل حان الوقت ليتسلم الشباب المشعل؟ لازم. أنا مع هذا الفكر. مع تسليم الشباب المشعل. أي الشباب. هل ترى أن الشباب إذا الشباب له الإرادة، له القوة، له العزيمة، له، ولكن هل الشباب اليوم له حكمة أنه يسير بلدية كبلدية مسعد؟ الشباب إذا نح فكرة جهتي وجهتك وعرشي وعرشك ونح المصالح الشخصية، الشباب يقدر يسير وش يسير. معناها وحان الوقت ليتسلم الشباب المشعل. السي عبد الله، عندما نتكلم عن السي عبد الله، هل السي عبد الله متشائم ام متفائل؟ متفائل ان شاء الله. كيف؟ متفائل في اي مجال. رغم الظروف التي نعيشها اليوم، كما تشوف مثلا كل المواطنين يشكون، كل مواطن تلقى معاه مش عاجبه الحال، الشباب مش عاجبهم الحال، الظروف اللي نعيشوا فيها هنا في خاصه في بلديه مسعد، في مدينه مسعد، كيفاش التفاؤل نتاعك؟ من اين ياتي التفاؤل؟ التفاؤل ننتظر الفرج من عند ربي في جميع المجالات علينا وعلى المخلوقات كامله. هل سي عبد الله متفائل؟ قلنا سي عبد الله متفائل لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يغير، ولكن ربي سبحانه وتعالى جعل قاعده للتغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل احنا رانا مستعدين باش نغيروا في أنفسنا علي؟ قليلة هذه الفكرة عندنا.
إذا لا يأتي التغيير، لا يأتي جدال، لا يأتي هكذا التغيير. إذا ما الحل بالنسبة لك؟ ما الحل؟ حاجة قلنا الشبيبة نسلموا لها، يسلموا لها الجماعة الكبار، يسلموا لها المشعل، يشمروا على سواعدهم وينحوا هذا الفكرة نتاع جهتي وجهتك وعرشي وعرشك، ويخدموا مسعد كمسعد. سي عبد الله، لحظة أو حاجة تفكرها تحزن في مشوارك العملي ولا في مشوارك الحياتي؟ فكرة لا، حاجة صارت لك كي تفكرها دائما تحزن عليها، تجعلك حزين كي تفكرها؟ ما نظنش كاين. ما كانش حاجة زينة صارت لك كي تفكرها دائما تبتسم وتفرح؟ كاينين تلاميذ دخلتهم من الشارع عمرهم 17 سنة، واحد دخلته عمره 17 سنة وسبع أشهر، لقيتهم سامي سي بن عياش يمشي وأنا نخدم في القريطة في بداية العام في أكتوبر. قلت له ماكش تقرا؟ قال لي مانيش نقرا. علاه؟ قال لي بيبعثني باه نقرا في الزاوية، طلبوا مني دوسي فيه تعريف أصلي ما قدرتوش. قلت له شاهي تقرا؟ قال لي شاهي نقرا. شديته من يدو دخلته عند خنيش بن داود، شاد سنة ستة معيدين أكل، كانت سيدي سي بن عياش فيها ست سواز، خليته يقرا نسيته. آخر العام لقيتهم دايرين امتحان تجريبي صبورة في الساحة، معلقان لقاه مكلاسي الثالث من 176. شفته لقيت النقطة نتاعو بالفرنسية مادية خمسة، ومكلاسي الثالث من 76. لقيته قلت له أنت وش دخلك؟ قال لي حق تدخلت وراه دوسيه. قال لي حق، قلت يا قرب لا دوسي. جبت له تعريف ادي صورة ودرت له بطاقة مسار مدرسي، بعثوه الهاني بالهادي كان مديرها شيهاب علي الله يبارك على خير. رحت ليه قلت له راه كبير لقنا ما تزعقوهش. قال لي ان شاء الله الاولى ثانوي ما كانش لي نوي. عقب شهر هو اصلا من الصحراء ساكن قعد اخرين، قال لي راهم يعايروا فيا وكذا ما نروحش. اديته داخلي، رحت لديته الحاشي ربي يرحمه ويوسع عليه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه. حكيت له الحكايه، قال لي ان شاء الله هذا التلميذ يعود يفطر عندي في داري في طول الصباح، ما يفطرش في الداخليه. وتم يكمل راه عنده حوالي عامين سوتنا ماجستير، وراه يحضر للدكتوراه، ربما العام الجاي ان شاء الله ينالها. هذه الفكره كنا نتفكرها ان شاء الله تكون لي انا واللي قراوه صدقه جاريه واللي سمعوها ثاني ان شاء الله. اذا عندما تقص لنا هذه القصه، وجدت شابا او طفلا في الشارع ودخلته مباشره يدرس في المدرسه، هذه كانت مفتوحه، ما كانش هناك قبل الرقمنه ديروا شحال كم الرقمنه والمنظومه التربويه. نعود الى المنظومه التربويه، خصوصا المنظومه التربويه. الا ترى باللي ان المنظومه التربويه بعد الاصلاحات اصبحت مجحفه بالنسبه للمدرسه الجزائريه؟ انا نظنها من بدا الاجحاف من نهار نبدلوا، ملي كانت مدرسه ابتدائيه من هون وهي يمشي قبل الاجحاف. مانيش عارف راها تسير مسيره، مانيش عارف بقا يتلاعبوا بها وخلاص. هل انت مع اعاده النظر في المنظومه التربويه او ابقائها على حاله؟ انا اعادتها احسن، لان ذيك شفنا في ما نشوفه دائما في الفيسبوك يقول لك جات بن قبريط نحت خريطه فلسطين، قعدت نهارات نحت بسم الله الرحمن الرحيم، قعدت نهار نحت كذا، لازم نرجعوا الى هيكله المنظومه التربويه من جديد. اذا اعاده المنظومه التربويه. سي عبد الله، ما هي الاكله المفضله للسي عبد الله؟ اكله الرفيس من العضل. رفيس مع شنين ولا؟ مع شنين. مع شنين بالدهان الازرق. لا لازم بالنصوم معاور. هل سي عبد الله يسمع الموسيقى؟ احيانا. اي نوع من الموسيقى؟ كنت بكري ملي كنت صغير نسمع ام كلثوم، وذاك ماني نسمع بوالو. فريقك النادي المفضل العالمي؟ عالمية. كنت بكري شباب الكور. وذاك عالمية البارسا. يسلم عليك اسلامي عبد الرحمن، يقول لك سهل بالشيخ، وقال لك السلام عليكم من سكان ام العظام.
قال لك وحكي لنا شويه على عملك في ام العظام. ام العظام ربي يرفع عليها هذا القبر ان شاء الله، وربي يجيب لها مسؤولين يسيروها كما يلزم ويسيروها كما يشتهى لها ان شاء الله. ام العظام عقبت فيها ما يزيد عن 10 سنوات. بدايتها رحت مع ابراهيم الذوابه ربي يرحمه، لقيت الداخليه قال لي، قلت له شنو هذه؟ قال لي داخليه راها مسكره عندها 5 سنين. قلت له كنا فتحوها واش؟ قال لي نعاونوك بالسياره نعاونوك بكلش. ومن بعد فتحناها والحمد لله سارت، وربي يحفظ كاع اهلها ام العظام الكرماء من صغيرهم الى كبيرهم. حبشي محمد يقرئك السلام، يقول لك تحيه احترام وتقدير وعرفان المعلم القدير والاب الشيخ سي عبد الله سليليح، ربي يحفظه ويطول في عمره ويبارك فيه في الشفاء ان شاء الله رب العالمين. شكرا الاخ حبشي محمد. شكرا حبشي، تعرفوا حبشي محمد في عمرك تلميذي في الابتدائيه في سيدي نايل، وقول عب عندي طول وقت كبير كره قدم، ومن بعد انتقل للملاكمه. الملاكمه وربي يحفظه ان شاء الله. للعلم فقط حبشي محمد من الملاكمين البارزين في مسعد، وظلم وأقصي في كثير من المناسبات الوطنية. سي عبد الله نواصل، فريقك النادي العالمي المفضل البارسا. البارسا، إذا الإخوة المشاهدين أصحاب أصحاب الريال يسمحونا. إذا نكتشف اليوم باللي سي عبد الله برصاوي من جماعة البارسا. سي عبد الله، فريقك المفضل عالميا مش النادي، الفريق. طبعا الجزائر. الجزائر خاص. لا لا بحال الجزائر. الجزائر قال لك زيد دعيلي. ويناه؟ واحد قال لك زيد دعيلي. ويناه؟ اللي قبيل. ربي يسترك ان شاء الله، وربي يبلغ ما في تتمنى، ويحفظك، وربي يرضي عليك الوالدين اذا كانوا حيين، واذا كانوا متوفين ربي يرحمهم ان شاء الله. بن خليف محمد ناس الفيض يسلموا على الشيخ سي عبد الله، قال لك ربي يحفظك ان شاء الله، مدير من طينه الكبار. الله يكبر بك. عندما نقول سي عبد الله، عندما نقول فلان من طينه الكبار، وش المقصود هنا من طينه الكبار؟ طينة كبار معناها من جماعة اللي مخلصين في عملهم، وجماعة اللي يأدوا عملهم بإتقان، ويعملوا عمل يحروا خدمتهم. سي عبد الله نواصل، نعود بك قليلا إلى سياسيا. دائما معظم المجالس المنتخبة في مسعد الأكثرية يعودوا من التعليم، ولكن دائما لم ينجحوا في التسيير، لماذا؟ لانهم اول حاجه لاصحاب التعليم، لانهم اول حاجه يتنكروا للتعليم، وانا منهم. لو خارجين من التعليم وتلقاه، كنا في هذا مجلس مرت، تلقى ثلث من التعليم والمدارس مهانه، ثلث للتعليم والمدارس تحتاج حتى طباشير. قاشي الصحراء يسلمون عليك بيت بيت. ربي يسلم قاشي الصحراء ان شاء الله. نتشرف بك الشيخ عبد الله، هذا واحد اخر يقول لك نتشرف بك سي عبد الله. الله يبارك، رجال من الرعيل الاول كرسوا حياتهم من اجل خدمه التربيه والتعليم. من احسن المدراء ربي يبارك، سلم عليه وقول له سلم عليه وقول له جد حموده. لأن في هذا المجال سي بلال. يا بلال يا بلال انت قالوا له قلتها يا بلال. في هذا المجال قصة جماعة راحوا للحج من ولاد سيدي ناجي، طبعا من عادتهم طول الحجاج في سيدي نايل لموهم في الصحراء، اسمها بن عسيليج، عند واحد السيد انسان صالح. هيا جم لهم وجا واحد يسلم عليهم، قال لهم بديتوا بالزورة ولا بالحجة؟ قال لهم بدينا بالزورة. قال لهم وين نزلتوا؟ قالوا واحد من الحجاج ما نجمش يقول جده، قالوا نزلنا في ذيك الملعونه. جده ثقيله. اذا
انا نقرا واش قال واش يقولوا المطلوب انا نحمل الامانه الاعلاميه. قال لك سلم على الاستاذ الشيخ عبد الله ستيليح قام من قامات مسعد الحبيبه، ربي يجعل لهم خلفا صالحا ان شاء الله. امين. ربي بشير بالبشير. اذا نواصل استاذي الفاضل، عندما نتكلم دائما مسعد ماذا تعني لك الجزائر؟ مسعد ماذا تعني لك الجزائر اولا؟ الجزائر تعني لي الروح. ومسعد؟ مسعد تعني الام والاب والمسكن وكل شيء. واللي ساكن في مسعد يجرب يروح لبلاصه اخرى، واذا تقدر يصبر عليها يصبر. ما هي النصيحه التي يوجهها الاستاذ عبد الله للمعلمين الان اللي في اللي هم في سلك التعليم الان؟ هذه يا سي بلال، هذا سؤال صعيب. والامانه، ادي امانتك في مهنتك التعليم، يا ربي يبارك لك في رزقك ويبارك لك في راتبك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في اولادك، لان هذه الفكره بالضبط عندي 39 سنه خدمه ووقفت عليها. وقفت على واحد كان يخدم معايا، ما كان له نذكر قصته صعيبه ومبكيه. احسن حاجه والنصيحه، ادي امانتك كما يلزم، ربي يبارك لك في كل ما تتحرك. اذا لازم اتقان العمل، اتقان عملك، ولان مهنه التعليم مهنه صعبه وشاقه، ما كانش ما صعب منها. واخدم لوجه الله تعالى، ماذا بيك دائما. حتى قلت لك، حتى هذا الطفل اللي دخلته راه كاين امثاله ياسر. كاين واحد في سد رحاب في ساقيته في جعيدات، وكاين واحد جوج وثلاثه في البيض في ام العظام، ما تحسبش. هذون يبقاو لك صدقه جاريه، ديهم ربي يصرف عليك كاع البلاوات. اذا المعلم في المجتمع هو العمود الفقري في المجتمع. أيه. بالنسبه للقضيه التعليم. أيه. ويقضي المعلم في علاه المعلم في السابق يقضي يدير يقوم بامور دروك ما يقدرش يديرها مثلا. أيه. ما يقدرش يديرها دروك. ما يقدرش يديرها. اذا هناك يجب ان يعاد التفكير في المدرسه، خاصه المدرسه الابتدائيه. المدرسه اذا كان ما تكونش تكوين في مجال التربية والتعليم ما تنجحش كل. ونعطيك مثال، في أم العظام كان عندي واحد استخلاف يحضر ماجستير، ومرضت الوالدة تاعو عشوة الأربعاء، قال لي اسمح لي يخدم الخميس يخدم قصبة، قال لي اسمح لي. قلت له مالها، روح اكتب لي وريقة باللي راك رايح لزوج مريضة وخليها لي فوق المكتب. دار ساعتين، وعنده الماجستير، دار ساعتين وقال لي ما عرفش نكتب طلب. معناها مش ذنبه التكوين. ذنب التكوين هو دائما. أي. التكوين عندما كانت هناك المعاهد التكنولوجيه. أي. انتم تكونتوا في المعهد التكنولوجي لكي تصبح فعلا. احنايا تكوننا عام ودرنا التربصات، كاين وين التربص 15 يوم ما تخرج من المدرسه. وخرجنا نقراو ما نعرفوش نقراو زين، قا نتعلموا. ودركا تلقاه مثلا يجيبوه من باي مكان يخطفوه ويجيبوه طول التلاميذ. هي صعيبة، بصح مش ذنبهم، ذنب اللي ما كونوش. هناك مطلب من المشاهدين، قال لك عيسى وطية، يا شيخ عبد الله دير لنا تصاوير نتاع عمال مسعد أشبال وأصاغر 86 87. قول له حق راني نبعث فيهم بشوية. راني بعثكم ياسر، راني فايت 200 وراني في عقابهم، الصورة اللي نلقاها نبعث. قال لك الشيخ عبد الله مربي الأجيال. شكرا الأخ عيسى. نواصل دائما مع السي عبد الله. لمن المنبر نوجهها؟ الى كل اللي يعرف اسم عبد الله سليليح وما نعرفوش انايا، اللي نعرف اسمه هو وما يعرفنيش انا، كله تحيه تقدير وتحيه شكر وعرفان. ما هي الرساله التي توجهها للمواطن المسعدي؟ اخدموا بلادكم وصبروا على مسؤوليكم. اللي جو جديد هذول ماهمش اللي فاتوا، هذوك ربي يسامحهم وربي يغفر لهم ان شاء الله. اللي جايين فصبروا عليهم، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. سي عبد الله نشكرك اولا على استقبالنا المميز ورحابه الصدر التي استقبلتنا بها. كان الحديث معك ذو شجون، حديث طيب عدنا به الى
سي عبد الله كتلميذ، سي عبد الله كمعلم، كمدير، كرياضي، كمدرب، كثقافي إلى غير ذلك. نشكرك جزيل الشكر في لقاءات أخرى أكثر روعة وجمال من هذه اللقاء. نلتقي في مع شخصية أخرى بإذن الله في الأيام المقبلة القادمة. سي عبد الله كلمة أخيرة. شكرا بلال، وشكرا ربي يعاونك على هذا المجال اللي راك انت اللي راك تعارك فيه، لانك خدمت التعليم مده طويله وخدمت الرياضه مده طويله، والان راك في الاعلام. ربي يعاونك وربي يكون في عونك، وكن يا سي بلال كما عرفناك، كن واسع الصدر، لان ستسمع في الاعلام ما لا تسمعه في مجالات اخرى. وربي يكون في عونك. ونبلغ التحيه الى كل المشاهدين والسماع اللي ما ذكرناهم، ما شاء الله ما تفكرتهمش والله كل. وراني ذيك النهار درت في الصور تاع الاربيان، اعطيتهم صوره ياك، ومن بعد قلت لهم الصوره هذا التلميذ ما نعطيكمش اسمه، والتلميذ هذا راه موجود في الولايات المتحده الامريكيه، راهي يسوق في سياره اسعاف، وراها الف، عفايت الالف قالوا لي ورينا اسمه. ان شاء الله في خاطر بلال من هذا المنبر نوريكم اسمه، اسمه بالرده عبد الحق. وهذا بالرده عبد الحق كان بوي، وراح في وقت الربعينات في وقت المجاعه، راح سكن في البرج بوعريريج، ومن بعد تزوج تما، جاب زوج دراري، واحد اسمه بالرده عبد الحق وواحد بالرده زهير، وجاب طفله. ومن بعد هنايا جا وزوجت الطفله هنايا، وراها بعيالها، وراها عزوج كبيره، ربي يحفظها ويحفظ وليداتها. وزهير راه في فرنسا ربي يحفظه، وعبد الحق بالرده راه في الامريكان سايق سياره اسعاف، ان شاء الله ربي يجيبو على خير للجزائر. وهاني وريتكم اسمه، ما تزيدوش تسولوني على اسمه، بالرده عبد الحق، اصله من الخلاطيه من دمت. سلم عليه نزهه وقول له مسلم عليك العشره نتاعك. الحاج عبد الله مربي ومعلمي، مربي مدربي ومعلمي. هذا خنيش علي. ايه كان عشره. كان عشره علي، ومن النكات تاع علي لعبته هو ورميثا بن الحاج عبد الباقي صغير ذاك، لعبت مرة في الشوط الثاني في مسعد، وحمد طالب يتفرج مع كبار يتفرجوا، شافوهم صغيرين دخلتهم، مهمش مين مازالوا أساتر، ولعبوا ماتش زين في مسعد، وربي يحفظ عليه له ويطول في عمره كي هو خير ميت. دائما هؤلاء الجيل، هذا الجيل الذي تربى في الزمن الجميل، زمن البراء، زمن البراءة، زمن البركة، زمن النية، كل كل أمور موجودة. كي نتفكروا سي عبد الله، عندما نتفكروا أيامات سيدي التواتي، حضرة سيدي التواتي، احنا حضرنا لها كأطفال، شفناها. كان المجتمع المسعدي مجتمع واحد، ما أي مجتمع واحد. وكان حتى في ذلك الوقت كاين اللي لوم علينا قسم المرات، واحد قال عليه ديروا بالطعام وقعد خدموا تفسدوا فيه، قلت له اروح نعطيك ظاهره. لقينا الواحد نعرفه زين من جيراننا، قلت له السنه كامل كليتش اللحم، قال لي كامل ملك، حتى في رمضان قال لي حفظ وين كليتو، قال لي كليتو في حضره سيدي التواتي. تخيل انت واحد 11 شهر ما يذوبش فيها اللحم، وفي شهر واحد يذوب مره واحده في يسعود، يستنى ما يعودش يستنى في حضره التواتي من العام للعام. يقول لك تاج فوق رؤوسنا، قل له ربي يحفظك لينا ولا يحرمنا منك دنيا بلا بيك سانطا. وين هذا؟ واحد من المشاهدين. ربي يحفظه ان شاء الله. درك نختمو بالنسبه، كي تشوف الفيسبوك، عندما نتكلم عن الفيسبوك، هل الاستاذ عبد الله الفيسبوك ايجابي ام سلبي؟ على حسب مولاه، توظفه في الايجابيات يكون ايجابي لدرجه ما تصورش، ما توظفوش توظفه في السلبيات ثاني يوديك الهويه. ان شاء الله شبابنا وان شاء الله اللي راهم يستخدموا الفيسبوك يستعملوه بالايجابيات. ونعطيك مثال، كانت ساعات الأدعية تبعثها الواحد ولا تبعثها العشرين واحد، كل يرجعوا لك بالشكر لأنه إيجابي. دعاء، لأنه دعاء. دعاء. سي عبد الله نشكرك
ربي يحفظك ان شاء الله، ونلتقي في لقاءات اخرى، لقاءات ان شاء الله اخرى اجمل مع الزملاء مع الاصدقاء، وهذه لها نافذه من نوافذ هذه ايجابيه من ايجابيه الفيسبوك، اننا نتحدث ونعيد الذكريات المجيده لاساتذتنا ومربينا ورياضيين جميعا ان شاء الله. وما يبقى لنا الا ان نحييكم ونقول لكم السلام عليكم. شكرا لك سي بلال، وشكرا للمختار سويسرا حاضر معنا ان شاء الله. السي المختار ربي يشافي له مصطفى ان شاء الله. ان شاء الله. امين. اذا من خلال هذا المنبر نطلب من المشاهدين ان يدعوا للابن مصطفى وإذن جميع المرضى ان شاء الله بن الاستاذ السويسي المختار بالشفاء العاجل، يرفع عنه ان شاء الله هذا البلاء. آمين. ان شاء الله. آمين. آمين. يرفع عنا هذا البلاء. آمين. وتعود الحياة إلى مجاريها إن شاء الله وإلى طبيعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.